السلام عليكم. انا ابني معتقل من الدكه، ومعلش سامحوني مش هقدر اقول اسمه ولا حواري شكلي، لان انا الامن هيرازيني، يعني انا ممكن يرازي ابني كمان، فمعلش اعذروني لعدم رؤيتي. يعني لان انا فعلا انا ببعت رساله للجزيره اللي هي تنشر الخبر دوت، او تنشر اللي احنا كلنا ساقمين جدا من اللي بيحصل لنا هناك وبيحصل للعيال، والزيارات والعقبية والبهدلة اللي عندي بيشوفوها. يعني 45 يوم من عيال ممسوكة في ذل وضرب وإهانة ومهزلة، يعني أكل ما فيش، شرب ما فيش، نوم في الأرض، الحمامات، الجنائيين نفسهم هم اللي بيتحكموا في العيال، طبعا مع جلد وكهرباء وضرب وكسر. العيال شايفين ذل ذل ذل، يعني بيكسروا نفس العيال هناك وبيكسروا كرامتهم. يعني مش عارف ايه مصلحة الأمن في كده، وايه مصلحة البلد في كده. عايز يقول رأيه، عايز يقول رأيه، شاب صغير عايز يقول رأيه، لكن للأسف يعني هم مش عايزين أي حد يتكلم خالص. يا ريت يعني حد يتدخل ينقذ العيال الصغيرة دي البريئة اللي هي ضايعة، يعني أو هتطلع الله أعلم بحالها، هيعملوا إيه بالظبط؟ هيكرهوا البلد إزاي؟ هيحبوا البلد إزاي؟ هيشتغلوا في البلد دي إزاي؟ هيدوا البلد دي إيه؟ أنا معرفش، مش عارف صراحة. فانا بقول يا رب من عندك كده يفرجها على العيال ديت، ويحنن قلوب الناس عليهم، او الدول تتدخل في القصه ديت، يفرجوا عن الاطفال دول. يعني الاطفال ديت لسه سن 16 سنه 17 سنه، حاجه رهيبه. يعني ابني نفسه معتقل، واول ما خدوه غموه عينه ودغدغوه، ضربوه ضرب مبرح وسابوه مع الجنائيين يومين، وبتنقل بعد كده كوم الدكه، ومن كوم الدكه للمديريه، ومن المديريه رجعوا كوم الدكه تاني، وبعد كده راح العقبية في مصر. العقبية هناك ذل للأهالي وذل للعيال. العيل ما يتكلمش مع اللي جنبه ولا يبص على اللي جنبه، ويخش حمام بإذن، يمسك المصحف نفسه بإذن، حتى المصحف مش عارف يمسكه يقرأ فيه. الصيام هناك مش أي، هو أنت تصوم اثنين وخميس بالعافية، أنت كأنك ده حبس جوه حبس. يعني ذل رهيب، ذل رهيب. والأهالي نفسهم لازم تروح قبل الساعة 8 تحجز عشان تقعد مع عيالك ساعة، وكمان الأسبوع اللي ورا منه تشوفه، حاجة يعني مش آدمية بالمرة. يعني لا العيال عارفة يعني مش هل دي كده عقاب؟ يعني مش عارف. آخر حاجة أقولها طبعاً، اللي حسبي الله ونعم الوكيل في الظلم، حسبي الله ونعم الوكيل من قلبي، والله من قلبي حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم، وربنا يا رب يفرج عنهم ويثبتهم ويخرجهم على خير إن شاء الله. أبعت رسالة للحكومة الظالمة بتاعتنا، أقول لهم اتقوا الله في شبابنا، اتقوا الله في الأولاد اللي أنتوا واخدينها تحت عندكم في سجونكم، اتقوا ربنا، حرام عليكم الشباب دي بتموتوا زهرة شبابنا، أنضف شباب في البلد، شباب متعلم، شباب محترم، شباب طاهر، شباب حافظ قرآن ربنا وحافظ ديني، اتقوا ربنا في الشباب دي. ورسالتي لأبنائي ولابني مخصوص وأصحابه وابنائنا كلهم وبناتنا المعتقلين دول، ربنا يصبركم ويثبتكم ان شاء الله، ويحرسكم وينصركم ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله النصر قريب، ان شاء الله النصر قريب.